بقول لك ايه صحيح؟ عارف عروسة قمر دي شبه مين؟ الجنية اللي شمس بيقولوا انها اتجوزتني. يا لهوي، وانت ساكت كل ده ليه؟ احنا لازم ناخدها نحرقها. هاتي يا قمر العروسة دي يا حبيبتي، هرجعها لك. سيبيها سيبيها يا سندس، قمر مش هتسيب العروسة دي، الحاجة الوحيدة اللي هي اختارتها، محدش اختارها لها. هو ده اللي انا كنت خايفة منه. ما تخافيش، ما تخافيش من أي حاجة، والأهم بقى إن أنت ما تخافيش مني أنا. أنا محتاج لك جنبي ومعايا. أنت بنت الإنس اللي هتطرد بنت الجن. بنت الجن إيه اللي هتطردها يا معتز؟ الجنية دي زارتك؟ لا معتز، قلت لك لا يا سندس. ما دام اتنرفزت كده يبقى زارتك. وبعدين أنت عرفت منين إن هي شبه عروسة قمر؟ عشان أنا شفتها، بس ما زارتنيش. شفتها يوم فرحنا لما مشيت ورحت المشرحة وطلعت لي في الشارع وغبت 40 يوم. ما انت عارفة كل حاجة. ويمكن دي مش جنية، يمكن ست ماشيها بطال ولابسة عباية حمراء وطرطور أحمر زي العروسة، وخدتك دوبت لك البرشام والمخدرات وخلتك مش دريان بنفسك ولا بناسك. يمكن الحاجات دي ما فيهاش يمكن. لو الجنية دي اتجوزتك مش هتسيبني ومش هتسيبك ومش هتسيب حد من ريحتك. مفيش جن بيتجوز انس يا سندس. لا، في مين قالك الكلام ده؟ سيبك الكلام. بتحبيني؟ أنا عمري ما تمنيت غيرك. أنا ما أقدرش أعيش من غيرك. يبقى نتجوز ونعيش سوا، أنا وأنتي وقمر، وطول ما إحنا مع بعض هنقدر على أي حاجة.